كذلك أيضا من آثار طوفان الأقصى أنه رفع الشعار الإسلام، وهذا ما حاول الأعداء أن يطمسوه ردحا من الزمن على الأقل في هذه الأمة، أمة الإسلام، فقد نشروا شعارات القومية على اختلافها أو شعارات وطنية على اختلافها، لكن عود ظهور القضية الفلسطينية تحت راية إسلامية هدم جهودهم جميعا وجعل أفراد هذه الأمة يرجعون إلى جذورهم الإسلامية من عرب وفرس وسودان أو أفارقة وهنود وأوروبيين أيضا وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أيضا، وهذا أمر آخر من فوائد طوفان الأقصى. فقد حاول الأعداء أيضا أن يفرقوا المسلمين بالاختلافات المذهبية أو الطائفية، وإذا بالجميع يتحد حول هذه القضية فيدافع الشيعي والسني والإباضي وغيرهم عن المسجد الأقصى، ويتعاونون في منهاج المقاومة الإسلامية مهما حاول الأعداء أن يفرق بينهم. ولا شك أن العودة إلى الحديث عن مصطلح الأمة يعد نصرا عظيما، فإن هذا مما يقلق مضاجع الأعداء، لأنهم يعلمون قوة هذه الأمة إن التفت حول هذه الراية أو اجتمعت تحت هذه الراية وزحفت تحت هذا الشعار أو المسمى، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فأن تعود هذه الأمة إلى الجامعة الإسلامية، إلى ما يؤلفها لا إلى ما يشتتها، إلى ما يقربها إلى الله تعالى لا إلى ما يبعدها عنه، من الحمية الجاهلية والنعرات التعصبية ونحوها، فلا شك أن هذا نصر مبين. وقد امتن المولى سبحانه وتعالى بذلك على عباده المؤمنين في آيات كثيرة معلومة في هذا المقام. ولا شك أن هذا يمهد لتعاون كبير في المستقبل، فإن منظمات عدة في هذا المقام كان لها جهود في اجتماعات وقرارات، لكنها للأسف الشديد بقيت حبرا على ورق، فآن الأوان أن تفعل هذه القرارات، فلا تبقى حبيسة الأدراج أو رهينة الأوراق فيما يتعلق بالتعاون والتآزر والتناصر بين الشعوب الإسلامية.